تظاهر العشرات من أهالي قضاء جدول الغربي جنوبي محافظة كربلاء المقدسة احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية وانقطاعها لساعات طويلة، قاطعين الطريق الرابط بين محافظة النجف الأشرف وقضاء الهندية. احنا اليوم طلعنا بهاي الشباب، صارنا يومين نتجمع بالشباب وكلنا طاقات، اليوم ما نروح منا اذا ما ينطونا حقوقنا كامله. اليوم الشباب عازمين انه يبقون هنا. مطالبنا احنا مطالب مشروعه، مطالب ناحيه الحيدريه وحقوقنا، حقوق عامه وحقوق اول وحده. احنا نريد كهرباء مستمره اسوه بالمناطق المجاوره، منطقه الخيرات. زين احنا عندنا محطه والخيرات بها محطه، الخيرات عندهم 24 ساعه والحيدريه ما عندهم حتى ساعتين ينطونها وكلها متقطعه. زين والناس متاذيه من وراء هذا الموضوع، والمولده يطفي الساعه بالاربعه، من الساعه بالاربعه للساعه ب 12 الظهر هاي بدون كهرباء، والناس عندها مرضى وعندها ناس كبار وكل هالناس تعبانه، وعندنا مناطق زراعيه، مناطق صناعيه، كلهن ذني يعني الناس تريد كهرباء، تريد تشتغل. زين الناس تعبت، الناس يعني بعد كاهل المواطن تعب. احنا بس اعلام، اسمك بالحصاد ومجلك مكسور، يودي من عندها يصدر البابل وباقي المحافظات، فقط بس النجف ما بيها كهرباء، بس النجف. روح شوف المحافظات، شوف الناصريه، دقيقه ما تطفي، دقيقه. ليش؟ يا اخي الصوت يوصل. عندك مثل ما تفضل حجي، عندنا مرضى، عندنا عجزه، عندنا ناس تعبانه، الله وكيلك ما بيه ماكو اي كهرباء، اي كهرباء ماكو. اليوم تصعيد، اليوم سلميه، باكر عقب تصير تصعيديه.